بشكل غير متوقع ومخالف لكل ما تم ترويجه أن الإدارة الأمريكية ستكون مرنة مع الحكومة الإيرانية، وفي رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد قوات التحالف في العراق، استهدفت القوات الأمريكية مواقع لفصائل الموالية لإيران في سوريا قرب الحدود مع العراق. وفي ظل هذا الكم الكبير من التوتر والتشنج في العلاقات، لابد أن نطرح سؤالاً: ما الرسائل من الغارات الأمريكية على المواقع الإيرانية، ولماذا بريدها سوريا والعراق؟ مع مجريات الأحداث الدولية والملفات الكثيرة العالقة بين طهران وواشنطن ذات الحساسية العالية من ملف الاتفاق النووي والأمن القومي الأمريكي، تدور هذه العلاقات بين سياسة العصا والجزرة وكسر الأصابع في أكثر من ميدان وأكثر من حلبة تمتد رقعتها الجغرافية بين دول عدة في المنطقة، التي كانت ضمن الاستراتيجية الإيرانية المسمى بمحور المقاومة أو الهلال الشيعي. وبشكل غير متوقع ومخالف لكل ما تم ترويجه أن الإدارة الأمريكية ستكون مرنة مع الحكومة الإيرانية، وفي رسالة واضحة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد قوات التحالف في العراق، استهدفت القوات الأمريكية مواقع لفصائل موالية لإيران في سوريا قرب الحدود مع العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين قصف منشآت تخزين سلاح لفصائل موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق. وأوضحت الوزارة أن القصف يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الفصائل الموالية لإيران على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق. وأكدت وزارة الدفاع على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين. وفي السياق نقل موقع CBS عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرات F-15 و F-16 شنت الغارات على مواقع الميليشيات في العراق وسوريا، مؤكدا أن الغارات كانت محددة الهدف وجاءت لحماية قواتنا وحلفائنا على حد وصفه. بدورها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الغارات كانت محددة وجاءت كرد مناسب على تهديد محدد وخطير، وأن الضربات الجوية استهدفت أنظمة تحكم ومخازن لوجستية لطائرات مسيرة تابعة لفصائل إيرانية. الغارات استهدفت مواقع عسكرية ومخازن أسلحة قرب مدينة البوكمال عند الحدود السورية العراقية، وتسببت بأضرار واسعة. وفي وقت لاحق أيضا أفادت مصادر عراقية بأن القصف على الحدود العراقية السورية طال لواء 46 في الحشد الشعبي. بدورها اعتبرت إيران أن القصف الأمريكي لمواقع تابعة لها في سوريا والعراق هو جزء من غطرسة الولايات المتحدة. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مشددة على أن الولايات المتحدة تسير في طريق خاطئ وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها. وخاطب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد واشنطن قائلا: ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها وتصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة، مضيفا أن أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها. وفي ظل هذا الكم الكبير من التوتر والتشنج في العلاقات، لابد أن نطرح سؤالا: ما الرسائل من الغارات الأمريكية على المواقع الإيرانية، ولماذا بريدها سوريا والعراق؟ حلقة جديدة من الطاولة المستديرة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أرحب بضيوف حلقتي لليلة، معي من نيويورك دكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، ومن بيروت الأستاذ فيصل عبد الساتر محلل سياسي، ومن واشنطن الأستاذ كاتو سعد الله باحث وخبير بشؤون الأمريكية. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة. دكتور مهدي عفيفي، لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدونك: غارات أمريكية على مواقع تابعة لفصائل تابعة لإيران، برأيك رسائل بريدها سوريا والعراق، ماذا يحدث؟ ما مضمون هذه الرسائل؟ ماذا يريد القول الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ تحية إليك ولضيوفك الأعزاء وللمشاهدين الكرام. يا أهلا بك. في الحقيقة وكما تتذكر ذكرت مرارا وتكرارا، قال الكثيرين أن إدارة بايدن ستكون متهاونة مع إيران وأنها ستكون نسخة أخرى من أوباما، وتوقع الكثيرين بدون علم أن إدارة بايدن ستكون من السهل التعامل معها وأنها سترضخ لكل ما تريده إيران. العودة للاتفاق النووي سيكون يعني طريقا لإيران أن تفعل ما تشاء. مرارا وتكرارا أثبتت الإدارة الأمريكية أنها لن تسمح حتى وفي أثناء المفاوضات مع إيران بأن تقوم إيران ومن يتبعها من أزيال
بالتحرك ضد المواطنين الأمريكيين أو المواقع الأمريكية، وأنها ستضرب وستضرب بشدة في أي مكان وأي زمان تختار. أيضا الإدارة الأمريكية حتى ولو كان هذا فيه اعتراض من العراق مثلا أو اختراق لما يسمى ب يعني الأجواء السورية أو الأجواء العراقية، فأن الإدارة الأمريكية لن تتوخى أي حذر في سبيل الدفاع عن المواطنين الأمريكيين، وأن هناك داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الحزب الديمقراطي تأييد كامل لما تقوم به الإدارة. دكتور مهدي عفيفي، نعم. يعني طرحك سبق مسألة الحديث عن السيادة العراقية وسيادات باقي الدول، ولكن كونك عرشت على هذه المسألة لابد أن نأخذ مثل الشيء بشيء يذكر في عين الاعتبار. ماذا عن سيادة هذه الدول؟ كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الجزئية على وجه الخصوص؟ وسأتم طرح هذه النقطة على باقي الضيوف أيضا. تفضل دكتور مهدي. في الحقيقة إن كانت هذه الدول لا تستطيع التحكم في الميليشيات التي تعمل من داخلها، أين هذه السيادة؟ يعني إن كانت العراق مثلا أو سوريا يعني تأتي كل هذه الميليشيات سواء كان الحشد الشعبي أو الميليشيات التابعة لإيران وتضرب كما تشاء، مسألة السيادة لابد أن يكون لديها مسؤوليات إن لم تستطع تلك الدول سواء كانت سوريا أو العراق أو غيرها أن تتحمل المسؤولية وتمنع هذه الضربات، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تضرب في أي وقت وفي أي مكان بالشكل التي تراه مناسب لحماية مصالح. سيد فيصل عبد الساتر، يعني مواضيع كثيرة لابد أن نتطرق عليها، ولكن سؤالي لك، أول سؤال لحضرتك، رسائل واضحة من الإدارة الأمريكية، هل نفهمها بأنها لوي ذراع أم كسر أصابع كما يقال؟ مساء الخير لك لضيوفك وكل المشاهدين، شكرا لهذه الاستضافة. طبعا هي ليست رسائل وليست لوي ذراع وليست كسر أصابع، إنه النهج الأمريكي في العدوان على الدول وعلى سيادة الدول، ويتزرعون بالقانون الدولي ويتزرعون بالدفاع عن النفس. أنا لا أدري يعني مراكز الحشد الشعبي في العراق على الحدود السورية العراقية هل تهاجم واشنطن ونيويورك أو تهاجم المجموعات الإرهابية التي تستهدف العراق أو تستهدف سوريا. ثانيا، أن الحشد الشعبي العراقي هو جزء من القوات المسلحة العراقية وهو ينضوي تحت سلطة القوى العسكرية العراقية، وبالتالي هذا أمر يجب أن يقف عنده الجميع، والعراق بهذا المعنى هو المعني في أن يكون له موقف واضح. إذا كان عيد الحشد الشعبي بالأمس في العراق وكان هناك عرضا عسكريا لفصائل الحشد يعني أذهل العالم وأذهل العراق وكل دول الجوار، ثم يأتي الأمريكي في اليوم التالي ليقصف مراكز الحشد الشعبي ويقول أنها ميليشيا، هل هو المعني بتصنيف هؤلاء ميليشيا أم أن الدولة المعنية التي يعني ضمت هذا الحشد الشعبي وأصبح تحت سلطة الدولة ويقبض رواتبه من الدولة، فكيف تكون ميليشيا والدولة العراقية هي المسؤولة والدولة العراقية هي التي نظمته وأصبح جزءا من القوى النظامية؟ فهذا أمر أعتقد أنه برسم العالم، أمريكا التي تمارس عدوانا مكشوفا وفي نفس الوقت تريد الاستقرار في العراق، كيف يكون هذا الاستقرار وهي تعتدي على القوات العسكرية العراقية؟ تقول أمريكا أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وتفاوض إيران في فيينا، ثم تقول أنها قصفت ميليشيات إيرانية على الحدود السورية العراقية. هذا هو المنطق الأمريكي، لا يتغير مع ترامب أو مع بايدن. نهج أمريكا هو العدوان، ونهج أمريكا هو السطو، ونهج أمريكا هو الإجرام والوحشية. على كل حال هذا كتاب مفتوح بنهاية المطاف، يعني لن تتوقف القضية هنا، وأعتقد أن للبقية كلام آخر. أستاذ كاتو، لابد أن أسألك عن مسألة علم الدولة العراقية بهذه الغارات الأمريكية، تنسيق، ولماذا الحشد الشعبي؟ السيد فيصل عبد الساتر يقول بأن الحشد الشعبي هو تابع للجيش العراقي، ولكن الأمر يزعج الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الجزئية لو تكرمت علينا نريد فهم هذه النقطة على وجه الخصوص. وللضيوف وللمشاهدين الكرام، طبعا يعني
أنا شوف أستاذي العزيز، أولا الأستاذ قال إنه الحشد الشعبي هي هيئة يعني رسمية وتابعة لرئيس الوزراء، ولكن هذه الهيئة أيضا شاهدنا قبل شهر أو أسابيع كيف ذهبت إلى الخضراء وكيف تعدت على يعني رئاسة الوزراء ولم يعني تحترم سيادة الدولة من هذه الفصائل. هذه كانت يعني في حالات كثيرة وعديدة، والآن نأتي إلى حكومة بايدن. حكومة بايدن بالحقيقة ليست مثل حكومة ترامب. إذا نأتي ونحسب كم هجمة من الهجمات تعرضت القوات الأمريكية في داخل العراق من قبل هذه الفصائل والميليشيات منذ بداية العام إلى قبل يومين 47 هجوم، وبالأخير يعني الأسابيع الأخيرة بدأت تطور هجماتها بطائرات الدرون، وقد رأينا قبل يومين كيف يعني في يوم الاستعراض الحشد العسكري هجمت هذه الفصائل مدينة أربيل في أقليم كردستان بثلاث درونات وتفجرت على بيت فارغ. فهذه التصرفات يعني بايدن كان لديه سياسة الصبر والدبلوماسية، صحيح يختلف عن ترامب ولكن للصبر حدود كما يقال، فإن هؤلاء يعني أمريكان مهما يكون فيجب على أي حكومة أمريكية بالمحافظة على أرواح هؤلاء الجنود والمستشارين والموظفين سواء في البعثات الدبلوماسية والقواعد. على كل حال يوم أمس كان الرد واضحا إنه كان باتفاق، يعني ليس مثل ترامب كان يأخذ القرارات لوحده، ولكن من تصريح رئيسة الكونغرس نانسي بلوسي فهي أيضا يعني معنى الكونغرس الأمريكي والحكومة الأمريكية كلهم متفقين على هكذا ضربات وردع هذه الفصائل والميليشيات. مع الأسف الشديد كان ضحيتها 4 عراقيين يعني في هذه الضربة، وكان يعني في سوريا في الطرف السوري والطرف الأمريكي، وكما كان البيان واضحا. البيان المهم اللي صدر يوم أمس من الولايات المتحدة الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ضيف على الحكومة العراقية بطلب من الحكومة العراقية حسب الاتفاقية الاستراتيجية، عندما دعت الحكومة الأمريكية القوات الأمريكية بمساعدتها الحكومة العراقية داعش. نعم تقصد الحكومة العراقية طلبت من الحكومة الأمريكية بأن تكون متواجدة في ظل محاربة تنظيم داعش الإرهابي، هكذا تقصد أستاذ؟ نعم ولازالت يعني شوف، ولكن هذه الفصائل يعني حقيقة هي تقول بكل وضوح إنها مدعومة من إيران، والأخ يقول أنه الغطرسة الأمريكية، ولكن لا يقول الغطرسة الإيرانية بتدخلاتها في العراق وسوريا واليمن وفي لبنان. يعني هل هذه غطرسة أم غير غطرسة يا أخي؟ يعني لماذا لا تتكلمون؟ يعني التدخلات الإيرانية أبناؤنا يذهبون ضحية مو أبناء الإيرانيين. اليوم أمس راح ضحية 4 شباب من العراقيين بدمائنا، أنتم تريدون تحاربون الولايات المتحدة. لماذا لم نرى في يوم من الأيام إيران تجرأت واعتدت على القوات الأمريكية في الخليج أو في وفي المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم باستهداف إيران في الداخل الإيراني. الحديث يطول في هذه الجزئية حتى لا أطيل أكثر على بطل العزيز. نعم. هذه واضح جدا يعني أمريكا تعلم جيدا هذه الفصائل تتحرك بأوامر إيرانية. يعني هذه الفصائل ليست فصائل عراقية. ثم إذا كانت هذه الفصائل العراقية إذا ما تؤتمر بأوامر رئيس الوزراء العراقي اللي يعتبر القائد العام للقوات المسلحة، فكيف تقنعني بأن هذه الفصائل ليست تابعة لإيران؟ ولكن ستكون الأوضاع يعني قبل قليل وردني بأنه كانت هناك استهداف على حقل النفط عمر في أراضي السورية بـ8 صواريخ، فإن هؤلاء لا يقفون. ولكن الولايات المتحدة واضحة جدا سواء كان بايدن أو ترامب حتى اختصر ما ممكن أن تسمح لهذه الفصائل التابعة لإيران بأن تجعل طريق العراق سوريا لبنان خط يعني تكون فيه الصواريخ تعبر من إيران إلى هذه الدول
وتعتبر، ونرى يوميا إسرائيل تضربهم بالطائرات ولكنها لا تعلن، لماذا لا يردون على إسرائيل؟ يعني تساؤلات كثيرة طرحتها أستاذ كاتو، ولكن دكتور مهدي عفيفي البيان الإيراني واضح جدا، اتهامات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها دائما تحاول فرض غضرستها وسيطرتها وزعزعتها للمنطقة. بالمقابل هناك تصعيد إيراني في جزئية الملف النووي أيضا، يعني يبدو الأمور تتجه نحو التصعيد نحو البارود. هل من الممكن في مكان أن ينفجر هذا البارود أو برميل البارود وبالتالي يكون هناك انعكاس كبير على المنطقة برمتها أم ماذا دكتور مهدي؟ لا، في الحقيقة هذه هي كما ذكر ضيفك الكريم من العراق الذي يتكلم بواقعية، دعنا من يعني أزيان إيران و أنا لست في العراق، أنا من واشنطن. نعم أخي العزيز من واشنطن. نعم. أنا آسف. فأعتقد أن الواقع الحقيقي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بما تراه حقيقي على أرض الواقع، محاولة تصوير الحشد الشعبي هذه الميليشيات الطائفية إنها جزء من الجيش العراقي. نعلم جيدا بدون استخفاف بالعقول أنها أصلا كانت ضد الشعب العراقي وكانت ميليشيات طائفية، وكم قتلت من العراقيين. فلذلك لابد من النظر بواقعية وحقيقية وأن ننسى هذه يعني النعرات الطائفية التي يحاول البعض خاصة في لبنان من دعمهم أو تخوفهم من حزب الله وهذه الميليشيات أيضا دعم كل الجرائم التي تقوم بها إيران. والوحيد المتأثر بهذا هو الشعب العراقي. الإدارة الأمريكية تنسق مع الكونغرس على أعلى مستوى، وهناك تنسيق غير مرئي مع الحكومة العراقية. استقبلنا القاضي في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يريد أن يكون هناك حدا هذه الميليشيات المدعومة من إيران، والتي يعلم الجميع إلا من هم من أزيال إيران بهذا. فلذلك لابد أن نرى الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت على هذا. يسموها غطرسة، يسموها ما شاءون، هذه كلها تسميات ومهطارات وسمعنا منها كثيرا. لكن كما ذكرك ضيفك الكريم وقلتها لضيفك الآخر من بيروت في لقاء آخر، من اذكر لي آخر مرة أطلقت إيران رصاصة واحدة على إسرائيل أو حتى ألعاب نارية؟ إيران مرتعا لإسرائيل كل يوم وتضربها الطائرات. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضربها لضربتها، ولكن للأسف تستغل إيران العراق وتستغل المهمشين والطائفيين في حرب داخل المنطقة العربية ستنتهي بدول كثيرة. وأتمنى ألا تكون لبنان أحد هذه الدول، بأنها تكون لا دولة مثل ما حدث في سوريا واليمن والعراق والآن يحدث في لبنان. فلذلك لابد من وضع الأمور في نصابها، ولن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، ولتقل إيران ما تقول ولتفعل ما تشاء في مسألة المفاوضات التي لابد أن تفصلها عن الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية وعن حق الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن مصالحها ودفاع عن مواطنيها عن المفاوضات الإيرانية التي هي لازالت تعمل إلى الآن. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لما تقول به إيران، وإنما هي محطرات فقط لا غير، وليست لها من الواقعية أي شيء. أستاذ فيصل عبد الساتر، يعني بالحديث عن أول بيان صدر من الحكومة الإيرانية في جزئية هذه الغارات الأمريكية وأيضا تنديد الحكومة العراقية لهذه الغارات، إذن كيف نستطيع فهم التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية في هذه الجزئيات سيد فيصل عبد الساتر؟ يعني لا أريد التدخل الآن فيما يعني فيما ذهبت إليه الحكومة العراقية، وهي مطالبة أمام الشعب العراقي بالانتصار لكرامتها وسيادتها، وهي تعلم تماما أن الحشد الشعبي هو جزء من القوى النظامية، وأن الوجود الأمريكي في العراق هو وجود احتلالي بكل ما للكلمة من معنى رغم المعاهدات، لأن هذه المعاهدات قد انتهى أمدها، وطالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية، ومطلوب من الحكومة العراقية أن تنفذ قرار البرلمان العراقي الذي يمثل السلطة الأعلى في البلاد، وما زال هناك تباطؤا من الحكومة العراقية في هذا الإطار. ردا على بعض ما جاء على لسان ضيوفك، أفضل أن أكون زيل نمر أو أسد من أن أحمل رأس لا يفكر إلا بالعقل الأمريكي.
وبالتالي ذيل الأسد وذيل النمر هنا هو أهم بكثير من الرأس الذي لا يفكر إلا بالعقل الأمريكي. وعندما نقول الأمور في نصابها، نعم الأمور في نصابها وفقا لما يريده الأمريكي، وهذه العروبة التي لا تستنفر إلا في مقابل الإيراني أو في مقابل الكردي هي عروبة زائفة بائسة لا قيمة لها على الإطلاق. إذا كان هناك من عرق للعروبة عند هؤلاء وغيرهم، وطبعا لا أعني الضيوف فحسب وإنما أتحدث هنا بلسان عام، هذه العروبة التي لا تستنفر إلا عندما يستحضر الإيراني وعندما يقال أن الإيراني يقاتل بدمائنا. هل إيران هي التي احتلت العراق وأسقطت صدام حسين أم أن أمريكا التي جاءت واحتلت؟ هل إيران هي التي جاءت إلى سوريا أم أن جماعات الإرهابية والقوات الأمريكية وغيرها هم الذين جاءوا إلى سوريا ودعموا كل الإرهاب؟ هل إيران هي التي ذهبت إلى اليمن أم أن السعودية وتحالف العدوان هو الذي يشن حرب على اليمن بدعم من أمريكا وإسرائيل؟ كل هذا لا يريد هؤلاء العربان أن يروه، هم يرون فقط التحركات الإيرانية ثم يقولون لك أن إيران لا تفعل شيئا. طيب، هل هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية الداخل الإيراني وسكتت إيران؟ كل ما فعلته أمريكا هي مواجهات مع الإيرانيين في غير الأراضي الإيرانية، ورأينا كيف أن الرد الإيراني كان في أكثر من مرة. في 25 حزيران 2019 أسقطت إيران درة التاج بطيران التجسس الأمريكي ولم تفعل أمريكا أي شيء، وقبل ذلك استطاعت إيران أن تأسر طائرة تجسس أمريكية داخل الأراضي الإيرانية ولم تفعل أمريكا شيء. قبل ذلك إيران احتجزت ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية ولم تفعل لا بريطانيا ولا أمريكا شيء. إذن أمريكا وإيران ندا للند في كل ما له علاقة داخل الحدود الإقليمية وداخل السيادة الإيرانية. أما فيما عدا ذلك أن إسرائيل تقصف في سوريا فهذا انتهاك للسيادة السورية وليس انتهاك لإيران. في إيران إسرائيل تقصف في العراق أو أمريكا تقصف في العراق فهذا انتهاك للسيادة العراقية وليس انتهاك للسيادة الإيرانية. ما دام العمل هو أمنيا بامتياز، هذا يعني أن الحرب الأمنية مفتوحة بين إيران والفصائل التي تدعمها إيران، ومنها المقاومة في لبنان، ومنها فصائل الحشد الشعبي في العراق، ومنها المقاومة الفلسطينية، وهذه حرب لم تتوقف وكلها بدعم إيراني على مستوى المال، على مستوى التدريب، على مستوى التقانة، على مستوى السلاح. لكن دلني ما الذي فعله العرب مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس وقبل سيف القدس؟ ما الذي فعله العرب مع المقاومة في لبنان في 2006 و2000 وإلى يومنا الحاضر؟ ما الذي فعله العرب في سوريا سوى أنهم علقوا عضوية سوريا في جامعة الدول العربية ولا زالوا يحاصرون سوريا ويأتمرون بالأوامر الأمريكية حتى اللحظة؟ ثم يقول لك الضيف العراقي إيران تريد أن تقاتل بدماء أبنائنا الذين يستشهدون في العراق، أو أبو مهدي المهندس هذا القائد الفذ الذي قاتل داعش هل هو إيراني؟ فتوى السيد السيستاني هل جاءت بأوامر من إيران وهو الذي أسس الحشد الشعبي وهو الذي أفتى بضرورة انضواء كل أبناء العراق في الدفاع عن العراق؟ ورأينا كيف أن المسيحي والسني والكلداني والأشوري والصابئي والأيزيدي كلهم انضووا في الحشد الشعبي. ثم تقولون لي ميليشيات طائفية، ماذا نعني بالميليشيات الطائفية؟ نعم سيد فيصل عبد الساتر، يبدو أني فقدت الاتصال مع السيد فيصل عبد الساتر. أستاذ كاتو سعد الله، يعني تساؤلات مشروعة طرحها سيد فيصل عبد الساتر عندما يتحدث عن دور الحشد الشعبي في تحرير مناطق عراقية من تنظيم داعش الإرهابي، ويقول لك ويؤكد بأن إيران الدولة الوحيدة التي تتعامل من مبدأ الندية. حتى في هذه الجزئية هناك تصعيد نووي إيراني وهناك تصريحات بأنها لن تسمح بخروج أي صورة من منشآتها. أستاذ كاتو. نعم، أولا أنا لا أريد أن أجادل بهذه المعلومات، وثانيا لا يمكن لأي عراقي وطني أو شريف يقول أنه
فرح بأن يكون ذيل لفلان أو علان أو يكون عقل من عقل أمريكي. نحن يعني وطنيين، نريد وطننا ولا نريد تدخل أي أحد في شؤوننا. نحن العراقيين نعرف كيف نحل مشاكلنا، وكذلك السوريين وكذلك اليمنيين وكذلك اللبنانيين وأي دولة أخرى. هل إيران تقبل بأن نتدخل ونروح نساوي حشود وميليشيات تدافع مثلا في الأهواز أو في مناطق أخرى؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذا الجدال، ولكن لا يمكن أن نكون ذيولا لأحد أو أفكارنا من أحد. هاي واحد. اثنين، إنه يقول بأن هذه الحشود يعني هي حشود غير يعني كانت يعني بقرار من البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. أخي، البرلمان العراقي جهة تشريعية وليست تنفيذية. أنتم جئتم بهذه الكتل، هذه اللي صوتت بإخراج القوات الأمريكية، هم الذين جاءوا بالرئيس الوزراء الكاظمي. فلماذا هم لا يضغطون على رئيس الوزراء الكاظمي بإخراج القوات الأمريكية بدل من أن يتوجهوا يوميا بضرب القواعد والمصالح الأمريكية بصاروخ صاروخين، وهم يعرفون حجمهم أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا ليس لأنه دفاعا عن الولايات المتحدة الأمريكية، هي أقوى دولة بالعالم، تريد أو لا تريد، تشاء أو ما تشاء. أما الشعارات الوطنية، نحن الآن في القرن 21، الناس بدأت تفهم الحقائق والوقائع، ليست كما كان سابقا بالشعارات الفظاظة والوطنية تجي تقنعني بأنه أنا أكون ذيل نمر. أنا لا أكون ذيل لأي بشر، أنا عبد فقط لله وليس لأي أحد في الكون، يجب أن يكون هذا واضحا. ثم هذه، شوف أستاذ العزيز، هذه الفصائل تتصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على ردعهم، ولكن أقول له بأن البيان اللي صدر يوم أمس من الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم البنتاغون، سوف يلاحقونهم كلما قامت هذه الفصائل بهجمات فستكون هناك الرد أعنف. وكذلك أقول لهم السبب الرئيسي، هم يقومون بكل هذه الأفعال، 47 مرة هجموا من بداية السنة إلى حد يومنا هذا، ثم عندما تأتي الولايات المتحدة وترد فيقومون الدنيا ولا يقعد. فهذه هي المشكلة يا أخي العزيز، هم كانوا يريدون الرد من أول مرة، ولكن كانوا يمتحنون إرادة بايدن وحكومته. ولكن أقول لهم هم مخطئين، إذا كان بايدن جمهوري أو ديمقراطي فهم لديهم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية فوق كل شيء. عندما تصل إلى موضوع الأمن القومي سيزلزلون الأرض تحت أقدامهم. هذا هو الواقع، نتكلم بواقعية. أما العواطف وغير العواطف فليتكلم بها الأخ مهما يريد وشون ما يريد، كيف خلي يحكي قضايا عاطفية مثل ما هو يحب أن يتكلم عنها. يعني للأسف أنا فقدت الاتصال مع سيد فيصل عبد الساتر، يبدو بأنه المشكلة من عنده. دكتور مهدي عفيفي، مسألة ما حدث في إيران من نتائج للانتخابات وفوز إبراهيم رئيسي، ما حقيقة طبيعة العلاقات في ظل هذا الحدث الأخير الذي حدث في إيران وفوز رئيسي برئاسة الجمهورية في إيران؟ فوز الرئيسي كان متوقع لدينا ولن يغير في الأمور شيء. نحن دولة مؤسسات، الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل بأشخاص، لذلك العقول التي تذهب لهذا المستوى وتنحدر بالحديث لأفراد وأشخاص هي التي لا تفقه ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان كما قال ضيفكم مصرفا، سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا، الأولوية العظمى تأتي في حماية الأمن القومي الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، شاء من شاء وأبى من أبى، من يذهب إلى الجحيم من يريد غير ذلك. في الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى أن يترفع الحديث عن هذه الصفصطات وهذه الشعارات التي تعلم جيدا لا أرضى بأن تنزل لهذا المستوى، ولكن للأسف يعني هناك أذيال إيران سواء كانوا في بيروت أو غيرها أو الطائفيين دائما ينحدر الحديث
بدون الخوض في المواضيع الحقيقية إلى الاتهامات والسبابات واتهامات العروبة، وكأن يعني ضيفك هو الذي لديه العروبة وولائه الإيراني الواضح جدا يعني يسيطر على الحديث. من قال لماذا تضرب إيران المملكة العربية السعودية إذا كانت إيران بلد محترمة وبلد إسلامية كما يقولون؟ لماذا تخرب كل هذه الدول وأين هي الأهواز واستيلاء إيران؟ إيران بلد طائفية من الدرجة الأولى وليها لها أزيال طائفية، هي التي تسببت بخراب معظم هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط سواء كانت العراق أو سوريا. سوريا النظام الاستبدادي الذي اتفق العالم عليه وليس الدول العربية فقط، والذي دعمته إيران بالطائفية الخاصة بها هي التي أوصلته إلى وصل 22 مليون سوري مشرد. ليس هؤلاء هؤلاء اتهام السوريين من الأكراد وغيرهم، ليس هؤلاء إرهابيين لحماية شخص إرهابي معروف عنه الإرهابية هو وعائلته. لذلك أتمنى أن نترفع بهذا الحديث، وإلا سأضطر أن أنسحب. أخي وعد لن أسمح بهذه المحطرات من ضيفك من لبنان، لأنه للأسف ليس على المستوى أن يكون في برنامج الاستهلاك. دكتور مهدي عفيفي، يعني كل الضيوف هم أعزاء على شاشة قناة اليوم. دكتور مهدي لا أعلم إن كان معي أم لا. دكتور مهدي عفيفي، سنحاول الاتصال بالدكتور مهدي عفيفي مرة أخرى. سيد فيصل عبد الساتر، مسألة يعني فوز رئيسي والآن جو بايدن موجود في الإدارة الأمريكية الجديدة، هل سيكون هناك تصعيد أم سيكون هناك مجال للتنفيذ في العلاقات بين الدولتين كما يقال؟ مرة أخرى اسمح لي أن أقدم ملاحظة وهي مهمة في المنهج. أولا لست أنا من انحدر في الخطاب، من بدأ بهذا الانحدار هو السيد عفيفي نفسه عندما تحدث دعك من أزيال إيران وخصوصا الذين هم في بيروت، هو الذي وصفني بالزيت وأنا رددت عليه ولم أتعرض له بالشخصي. أنا قلت أفضل أن أكون ذيل نمر أو أسد من أن أحمل رأس لا يفكر إلا بالعقل الأمريكي. ما هي هذه الإهانة؟ هل هذه هي إهانة؟ أسألك أنا، هي إهانة هذه؟ أنا خليني برا، أنا اللي بطرح الأسئلة. لأنك لم تردعه. لا. أنت لو كنت لا. لو كنت لا. أستاذ فيصل. أستاذ فيصل. لا 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 الفكرة يا أستاذ فيصل. اسمح لي. بسمح لك لحظة، أنت هلا عملتني طرف. لحظة. إذا بتريد. خليك تكفي. خليك تكفي وحياتك خليك تكفي يا أستاذ فيصل. إذا بتريد اسمح لي. ثم أكمل واتفرض بالإهانات وتحدث عن الطائفيين والطائفية وتحدث عن الميليشيات وتحدث عن أننا أزيال وإلى آخره، ثم أكمل في إهانته وأنت لم توقفه على الإطلاق. طيب. ولم توقف يا أستاذ فيصل. اسمح لي إما أن تكون عادل وإما طيب. أن تكون مسيطر على الحلقة ولا تسمح لأحد بأن يتناول أحد. طيب. أنا لم أتناوله طيب. ولا يعنيني لا هو ولا أمريكا ولا 100 طيب. ألف واحد بس أمريكا يعني. طيب إذا خلصت العقل. إذا خلصت خليني فيدك أنا. أنت شفت إيه؟ يعني الحديث في الطاولة المستديرة، أنا دائما أعطي الحرية لأي إنسان يتحدث بما لديه من قناعات. خليني فيدك، أنا سمعتك يا أستاذ فيصل. طيب أستاذ فيصل أنا سمعتك، اسمعني شوي أستاذ فيصل. يا أستاذ فيصل من اللحظة الأولى أن تقول له لو سمحت هذا المصطلح غير طيب. محفوظ يا أستاذ فيصل. نحن حلفاء لإيران. طيب. أقبل أن تكون أسئل لأحد. طيب أستاذ فيصل، يعني أنت ما عم تعطيني مجال وضح لك مثل ما الدكتور مهدي حكى اللي عنده وفصل. طيب خليني أحكي. أنا أعطيك كل الحرية، أنت وصفت أمريكا كما يحلو لك وتحدثت كما يحلو لك، تمام؟ لكل ضيف حرية التعبير عن رأيه ولكن ضمن حدود الأدب. لم يتعرض أحد منكما لمسألة كما يقال خدش الحياة أو شيء من هذا القبيل. حضرتك أنت قلت بأنك على استعداد بأن تكون ذيل نمر وأن لا تكون ذا عقلية أمريكية، يعني أنت اللي بدأت وأنا استمعتك للأخير. لما إجى الدور لعند دكتور مهدي هو تحدث بهذه الطريقة.
تحدث الدكتور مهدي بأن لإيران دور. يا طيب ما بدنا نضيع دقائق بالمجادلة أستاذ فيصل. يا أستاذ فيصل. أستاذ فيصل. أستاذ فيصل. حد أنت تحرف الحوار. يا لا لا. لست أنا الذي. لا أستاذ فيصل. لست أنا الذي. طيب لحظة. لست أنا الذي بدأ. لا يا أخي لحظة. لست أنا الذي بدأ. طيب. الذي بدأ هو الذي استهل الحلقة وقال أزيال إيران وتحدث عني شخصيا بأنني زي لإيران. ثم رددت عليه إذا خيرت بين أن أكون زي طيب. لنمر أو لأسد من أن أحمل رأس يفكر بعقل الأمريكي طيب. كان أفضل أن أكون الكلام زي. الكلام لا يوجد فيه شيء يا أستاذ فيصل. يا أستاذ فيصل الله يرضى عليك. يا أستاذ فيصل يا أستاذ فيصل يا أستاذ فيصل طيب لماذا لا تعترفون بأنك ارتكبت الخطأ؟ لا 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 يوجد خطأ يا أستاذ فيصل. طيب لحظة أنت هلا صرت عم تحكي معي بشكل شخصي وترمي باللوم علي. يا أستاذ فيصل خذ وعطي. طيب يا رجل ضيعنا خمس دقائق بهذه المجادلة. يا أستاذ فيصل صار لك ساعة عم تحكي. خليني فيدك يا أخي. اسمع خليني حتى لا أطيل على الأستاذ كاتو أيضا. يا أستاذ فيصل أنت لم توجد له كلمة واحدة وتحاجسني إلي. لا 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 لحظة الضيف يا أستاذ فيصل اسمعني الله يرضى عليك. اسمعني اعتدي علي اسمعني اسمعني شوي. ما حدا اعتدى عليك يا أخي. يا أستاذ فيصل الله يرضى عليك. اسمعني شوي يا أخي اسمع شوي. الرجل لم يتحدث. مصطلح الذيل هو مصطلح مشروع في السياسة. أنت سيد العارفين تمام. وأنت لحظة شوي. وأنت يا أخي اسمع روق شوي. وأنت تحدثت ووضعته بموقع قلت بأنك أنت سعيد بأن تكون أو أنت راضي بأن تكون ذيل لأسد أو لنمر ولا تريد أن تكون كعقل أمريكي يفكر بالطريقة الأمريكية. طيب مشان ما نطول على الأستاذ كاتو. يا أستاذ فيصل مرة أخرى أنت تخرج عن الموضوعية. أنت مقدم محكم لا تجعلني أوجه ملاحظة. لا تقل لي أن هذا المصطلح مستعمل. هذا مصطلح للدلالة على فكرة أن الحشد الشعبي هو زين وهو ليس وطنيا عراقيا. هذا أمر خطير. طيب خلينا يا أستاذ فيصل هذا المنبر بس أنت أول مو أول مرة بتطلع. يا أستاذ فيصل يا أخي اسمع شوي. طب خلينا نطلع من حالة الجدال. شو اللي بيرضيك؟ خلينا نطلع من حالة الجدال. طيب خلينا نطلع من الحالة الجدلية. يا أستاذ فيصل لا لا طيب. أستاذ وعد ممكن أعتذر عن لا لا أستاذ كاتو خليك معنا بدنا نكفي الحلقة لو سمحت. أستاذ فيصل يا أستاذ فيصل على شيء أستاذ فيصل أستاذ كاتو احترامي لإله مع احترامي لإله الوطنية ليست expired date. مش نحن بالقرن 21 بتروح الوطنية بالقرن 19 بتكون الوطنية وبالقرن 23 الوطني هو وطني هو من يدافع عن بلده طيب. في وجه أي محتل سواء كانت أمريكا قوة عظمى أو قوة فوق العظمى. ليس هناك من أحد فوق السيادة الوطنية. لو بتكون الدولة هي موزمبيق ما لا عليها الوطنية مسألة شعور طيب. خلينا نعطي مجال الأستاذ كاتو يرد على كل هذا الكلام. سيد فيصل هذا ليس له علاقة بالإكسبير ديت طيب. ولا له علاقة بالقرون. طيب خلينا نروح لعند الأستاذ كاتو. أستاذ فيصل الله يخليك أستاذ كاتو يعني المنبر لك تفضل وجه لك كم من الأسئلة. أولا أنا خلي أقول للضيف مع الأسف يعني الحلقة ذهبت بهذا الاتجاه. أنا لو كنت أعلم يعني حقيقة نريد يعني كل إنسان يعطي رأيه حسب ما هو يراه يعني صحيح. أنا أحترم رأي الضيف أيضا حتى لو أختلف معه هذا رأيه وهذا صح. يعني مثل ما يقول يعني كيف ما يشاء هذا هو رأيه. أنا أحترم رأيه مع رغم الاختلاف معه. ولكن الوطنية يا أستاذي العزيز عندما أنا أكون وطنيا لبلدي العراق وأنا مواطن عادي وجاءت هذه الكتل السياسية اللي هي مدعومة من إيران برئيس وزراء من داخل البرلمان ورفعوا أيديهم وقالوا هذا هو رئيس الوزراء لكم يا عراقيين فمن يعني مفروض هذا رئيس الوزراء المرشح من قبل تلك الكتل السياسية الإسلامية هي التي تقوم بطرد الاحتلال أو بجلب الاحتلال. هذا ليس من عملي
كمواطن عادي، هذا خلينا نكون واضحين. ثانيا سؤالك أستاذ وعد بمجيء السيد الرئيسي في إيران، حقيقة يعني سياسات إيران الخارجية خلينا نكون واقعيين لا تتغير ب يعني مجيء رئيس إصلاحي أو يكون رئيس متشدد حسب ما يوصفونهم. فيعني نرى أنه سياسات إيران هي ثابتة منذ عام 1979، وهذه تعلمها كل الدول المجتمع الدولي. أما قضية المفاوضات فهذه المفاوضات لن تكون سهلة حقيقة، لأن هناك ضغوطات من قبل الكونغرس الأمريكي وكذلك حلفاء أمريكا والمنطقة في المنطقة وإسرائيل على أمريكا بعدم يعني التسرع بالاتفاق مع إيران مثل اتفاقية عام 2015، لأنهم الآن يقولون كان هناك أخطاء جسيمة ارتكبوها يعني سياسة أوباما، مع العلم كان بايدن والفريق الآن هم من ضمن فريق أوباما في وقتها، ولكن يريدون نقطتين أساسيتين. الإيرانيين يطلبون رفع العقوبات وهذه غير ممكنة، لأن هناك عقوبات ليس بيد الرئيس الأمريكي، وإنما يجب أن تذهب خلال مؤسسات وأولها الكونغرس ومجلس الشيوخ، ولا يستطيع الرئيس الأمريكي رفعها بقرار من شخصه. هذه هي اللي تعقد عملية المفاوضات. وكذلك لا ننسى بأن نسبة اليورانيوم المخصب الآن لدى إيران أكثر يعني من 60%، صحيح. فهذه إلى أن تتخلص من إيران ستأخذ وقتا طويلا. على أي حال، بالإضافة إلى النقطتين المهمتين، هو تدخلات إيران في المنطقة حسب يعني الحلفاء وال يعني الذين يضغطون على حكومة بايدن، وقضية الصواريخ الباليستية. ولكن اليوم يعني السياسة الأمريكية حقيقة لا تتغير بتغيير رئيس أمريكي مثل السياسة الإيرانية. فاليوم القوات الأمريكية متواجدة في سوريا يعني وقد زادت عددها إلى 900 يعني جندي أمريكي، وكذلك حماية الآبار النفطية. وقبل قليل كما ذكرت لك أستاذ وعد أن هذه الآبار والقوات المتواجدة حول هذه الآبار في عقول عمر كما تسمى قصفت بثمانية صواريخ من قبل هذه الفصائل. وأنا أتوقع بأن هناك كان تفاهما روسيا أمريكيا في بروكسل بين بايدن وبوتين الأسبوع الماضي، وكان مستشار بوتين جاء إلى الرئيس أسد وأبلغه نتيجة الاجتماع بين بايدن وبوتين، وكان هناك تفاهم. ولمعلوماتك أستاذ وعد، حتى الطائرات الأمريكية حسب بعض الأخبار الأمريكية يوم أمس عندما قصفت هذه المواقع أخبرت القوات الروسية بأنها سوف تحلق فوق سماء سوريا، وأخذ الحذر بعدم مواجهة هذه الطائرات. فهناك تفاهم روسي أمريكي في موضوع سوريا، وأنا باعتقادي ستكون هناك قوات أكثر داخل سوريا، لأنهم يعتبرون لا زال هناك خطر داعش متواجد في سوريا ولم تنتهي. وهذه هي استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقبل، مستحيل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هذا الخط ممر العراق سوريا لبنان بنقل الصواريخ. وهذا هو نتيجة قصفهم ليلة أمس، وكانت هناك مرات عديدة قصف من قبل الطائرات الإسرائيلية، والأخ يعلم ليس المرة الأولى التي تقصف هذه المنطقة يعني التي تسمى البو كمال. معلومات قيمة سيد فيصل عبد الساتر، هذا الأمر إلى أي مدى يغلق الباب أمام أي بصيص أمل في تطور العلاقات الأمريكية الإيرانية؟ يعني ملف النووي، التنسيق الروسي الأمريكي، وكل ما تطرق إليه الأستاذ كاتو سعد الله. مرة أخرى أنا أحترم كل الناس، ولا يمكن لأحد أن يعطيني دروس في هذا الأمر. أنا أحترم ضيفي وأحترم اختلافي معه وأحترمه مرتين.
حتى لو لم يحترمني بالمعنى السياسي، أنا أحترمه بالمعنى الأخلاقي وبالمعنى السياسي. ما ذهب إليه الدكتور عفيفي هو خارج كل الأدب وخارج كل الأخلاق. مرة أخرى أؤكد أن هذا التعبير فيه اتهام مباشر لي بالشخصي، وهذا ما رددت عليه وحسنا فعلت، وهو انسحب، هو يعني حر. طيب نتجاوز هذه النقطة. مرة أخرى ومرة أخرى أحملك المسؤولية أنت شخصيا مع محبتي وصداقتي. يا أستاذ فيصل، طيب لما تفضل إليه الأستاذ كاتو، بالنسبة لما تفضل إليه الأستاذ كاتو، أولا في الوطنية مرة أخرى أريد أن أذكر الأستاذ كاتو، وهو عراقي بطبيعة الحال، عندما جاء البرلمان العراقي وحصلت هذه التسوية باختيار القاضي رئيسا للوزراء، الكل يعلم أن هذه التسوية جاءت بعد أن سقط العديد من الأسماء نتيجة عدم اتفاق القوى السياسية العراقية فيما بينها، وهذا أمر ليس لإيران علاقة به وليس لأمريكا علاقة به بالمعنى المباشر. نعم هناك شيء ما كان يجري بين الإيران والأمريكيين من خلال القوى السياسية العراقية، وهذا أمر طبيعي في بلد أصبحت فيه القضية بهذا المستوى من التعطيل، وأن القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بعنوان أنها تريد سيادة العراق، لكن للأسف لم نرى من هذه السيادة سوى عندما يرد الحشد الشعبي على أي عدوان عليه، عندما يتحرك باتجاه المنطقة الخضراء تستحضر السيادة العراقية، لكن عندما يقصف الحشد الشعبي نفتش ونبحث عن بيان من هنا وهناك لأي مسؤول عراقي ممكن أن يستنكر مثل هذا الأمر. هذا هو الذي يحصل الآن في العراق. وبكل حال لا أريد أن أدخل في اتهامات، أعتقد أن الحشد الشعبي وقيادته السياسية والعسكرية سيتابعون الأمر، وأعتقد أن البيان الذي خرج من يعني الحكومة العراقية حتى الآن لم يصل إلى ما يريده العراقيون فعلا. بكل حال لست هنا لأعطي دروس للحكومة العراقية والقوى السياسية العراقية، لكنني من الخارج كمتابع ومراقب لا يمكن لأحد أن يقبل بمثل هذا الأمر تحت أي ذريعة من الذرائع. لا يحق لأمريكا انتهاك سيادة العراق أو سوريا تحت أي ذريعة، كما لا يحق لأي دولة في العالم إذا كان هذا الأمر ليس بطلب من الدولة المعنية. وعندما نقول الدولة المعنية هذا لا يعني أنه يحق لدولة أن تطالب بقوة تحتل هذه الأرض، لا يحق لأي دولة في العالم أن تطالب بقوة تحتل الأرض. نعم هي تطالب بقوة تساعد. الذي حصل الآن ربما تقول لي أن الأمر قد يعقد المفاوضات في فيينا، وربما هذا الأمر قد يكون جاهز. طيب أستاذ فيصل ضل أقل من دقيقة. نعم ضل أقل من دقيقة. إيه خليني أنا أوضح بعض الأمور. يعني كل ضيف يخرج معي على الطاولة المستديرة أنا أضعه على رأسي، ومبدأ هذا البرنامج بأنه منبر حر تستطيع أن تتحدث في كل شيء خارج موضوع الشخصنة. وأنا كتير بحترم كل الضيوف وبحب كل الضيوف، وبعطي الوقت والمنبر لأي ضيف يرد بما يراه هو مناسب ويفند حجة الطرف الآخر. وأنت ضيف عزيز كما الأستاذ كاتو كما الدكتور مهدي عفيفي وباقي الضيوف، وأتشرف بكم دائما. مسألة ما حدث اليوم يعني يبدو بأن الأمور اتجهت باتجاه الشخصنة بينك وبين الدكتور مهدي عفيفي، وهو أشار إلى نقطة بأنكم التقيتما في برنامج آخر أو في قناة أخرى، يبدو بأن المسألة يوجد هناك نقطة تخص الشخصنة فيما بينكم. أما بالنسبة للطاولة المستديرة وقناة اليوم هي حيادية، هي موضوعية، هي تحترم كل الآراء، تحترم كل الضيوف، وأنت سيد العارفين في هذه الجزئية أستاذ فيصل عبد الساتر. خليني أتشك... بس اتهمتني اليوم انت رميتني بأسهم. أنت لا لا رميتني لا لا. بأسهم. خليني انهي أستاذ فيصل، خليني انهي على مودة ومحبة، والعتاب مثل ما بيقولوا صابون القلوب، تعاتبنا بما فيه الكفاية. خليني أشكرك ضيفي من بيروت سيد فيصل عبد الساتر محلل سياسي على تلبية الدعوة على كل الكلام القيم، وأشكر ضيفي من واشنطن أستاذ كاتو سعد الله باحث وخبير بالشؤون الأمريكية على تلبية الدعوة على كل الكلام القيم، وشكر موصول لضيفي من نيويورك دكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي يعني أتأسف لانسحابه، وشكر كبير له مني، وكنت أتمنى أن يكمل الحلقة، والشكر العظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.